ولأننا مجتمع فيه الكثير من يمجد التفاهات ويعلي المستويات الدنيئة ويشجع على الرداءة وانتشار الفساد الأخلاقي، الكثير من يحفز على انتشار الظواهر العجيبة الغريبة في المجتمع نتاعنا، كما هذه الفتاة هذه اللي راهي في الصورة. هذه انتشرت الآونة الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي لأنها اختارت أنها تكون مرأة بنكهة رجل، مع أنه هي بسلامتها ما شاء الله عليها، ظاهر عليها أنها أنثى كما خلقها ربي سبحانه، ملامح البريئة، ملامح البسيطة والناعمة، لكن هي اختارت أنها تكون رجل في حركاتها، في صوتها، في تصرفاتها. هل تظن أن الإنسانة هذه راهي راضية على نفسها ولا راهي سعيدة بالشي اللي راهي تدير فيه؟ مستحيل، مستحيل أي إنسان في الدنيا هذه يكون عكس الشي اللي خلقه عليه ربي سبحانه راح يكون راضي ومقتنع بنفسه، وإنما هي حتى إذا كانت مخطئة في الشي اللي راهي تدير فيه تعتبر نوعا ما وإلى حد ما ضحية لهذا المجتمع، لأنها حالها من حال الكثير اللي ملقاوش وش يديروا وحبوا يشتهروا وحبوا يشيعوا في هذا المجتمع، هذا اختاروا أنهم يخالفوا لكي يعرفوا. هذا هو الشيء اللي دارته الإنسانة هذه، حبت تخالف وحبت تخرج بحاجة كما يقول لك خارج عن العادات وخارج عن المألوف لكي تشتهر، والأدهى والأمر إنها اشتهرت، والأدهى والأمر إنه لقيت بزاف ناس تدافع لها وبزاف ناس اتبعها وتمجدها وتعليها. هذه النوعية هذه لو كان مش المجتمع تاعنا هو اللي راهو يشجع فيهم أبدا ولا يمكن كانوا يوصلوا للشي اللي وصلوا له. هذا تمنيت ولو مرة مثلا يخرج إنسان بظاهرة نرفضها احنا كشعب ويقابل بالرفض ويقابل بالنبذ كما يقول لك، التنبذ في المجتمع راح طبعا يرجع للأصل نتاعه. واحدة كما هذه إنسانة والله خسارة إنها تكون بالطريقة هذه بكل صراحة، لو كان الناس ما تبعتهاش وما شجعتهاش طبعا كانت حترجع لطبيعتها العادية وكانت حترجع لأنوثتها اللي خلقها عليها ربي سبحانه. احنا ديما نعاتبه واللوم وهذا الناس هذو اللي يخرجوا، ولا مرة لومنا المجتمع. خلينا نلوم أنفسنا من حين إلى آخر، يمكن راح يتبدل المجتمع تاعنا. خموا فيها مليح. السلام عليكم.